أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي فواز. فواز السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك، معك الشيخ صالح، تفضل. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح. الشيخ لا يسمع يا اخوان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام، تفضل سؤالك. سؤالي يا شيخ صالح، في اخوي صار عليه حادث توفى. نعم. وطلع سبب الحادث هو. هل هو توفى الله يرحمه، وتوفى اللي صار عليهم الحادث، هل عليه دية؟ طيب هذا السؤال الاول. طيب خلني يجاوب الشيخ على هذا. يقول بان اخوه فضيله الشيخ صار عليه حادث فتوفي الاخ وتوفي من معه، يقول ماذا عليه، ماذا علينا نحن الورثه؟ هذا يرجع الى المحكمه الشرعيه لترى اسباب الحادث ومن هو المسؤول عنه، لابد من التحقق من هذا عند المحكمة الشرعية، والمحكمة تعتمد على تقرير المرور. نعم. بالنسبة للصيام هل على العائلة شيء؟ هذا عند المحكمة هي اللي تقرر هذه الأمور. جيد. نعم.